هناك الأجر الخام الشامل. هذا الأجر الخام الشامل كيتكون من الأجر الأساسي سالير دو باز. سالير دو باز هي مجموع الساعات اللي كيخدمهم الأجير في الشهر مضروبة في الثمن ديال الساعة. غير الاتفاق بين الطرفين أنهم عندهم الحرية باش يتفقوا على تحديد الأجر الساعة، ولكن على أساس أنه ما خصش يكون أقل من حد الأدنى اللي وضعها الدولة اللي هو 13.46 للساعة. كيتكون كذلك الأجر الخام فيه كندخلوا فيه الساعات الإضافية اللي يخدمها الأجير، الكونجي اللي ما كاينش خداه، وكذلك الأعياد اللي كيتصادفوا في ذاك الشهر اللي كيكون كل أجر خدمة خدم فيها. كذلك فيه المنح، باش كنتكلموا على المنح، المشغل ملزم فقط بمنحة واحدة هي منحة الأقدمية، أما بالنسبة للمنح الأخرى المشغل ماشي ملزم بها، ولكن ممكن يتفق مع الأجير ديالو في إطار عقد الشغل على باقي المنح، مثلا منحة ديال تريزيام موا، منحة ديال لا برودكسيون، هادو كذلك كيدخلوا في الأجر الخام الشامل. ولكن في الأخر الأجير ما كيشبرش الأجر الخام الشامل، الأجير كيشد الأجر الصافي. شكون هو الأجر الصافي؟ الأجر الصافي هو الأجر الخام ناقص لاقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالنسبة للأجير حاليا وصل 0.74%، وكذلك اقتطاعات الضريبة على الدخل.